دسترة العدالة الانتقالية كانت موضوع ندوة عقدت بوزارة حقوق الإنسان، وقد طرح خلالها موضوع قانون العدالة الانتقالية وعلاقته بالدستور، حيث تم التأكيد على ضرورة معرفة مفاصل الدستور لتكون مقترحات قانون العدالة الانتقالية متماشيا معه. مفهوم العدالة الانتقالية والمشروع اللي بين أيدينا هو مشروع فيه إيجابيات كثيرة، ولكن فيه بعض الإخلالات التي يمكن أن تثير العديد من الإشكاليات فيما بعد عند إنشاء المحكمة الدستورية. معناها هنا المحكمة العدالة الانتقالية كما هو معلوم فهي عدالة وقتية تنظر في انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن هذه العدالة لا يجب أن تنطوي تحت القضاء التقليدي العادي. معناها دور العدالة الانتقالية لهنا هو رصد هذه الانتهاكات والتحقيق فيها وسماع الضحية وسماع المتهم أو المشتبه فيه وإحالة ما توفر لها عند توفر الأدلة الثابتة إلى القضاء، لأن القضاء هو الملجأ الوحيد الذي يجب أن ينظر في هذه الجرائم. هذا بالنسبة على مستوى حللنا قبليك بعض الثغرات أو الإخلالات على مستوى الإجراء، مثال مسألة اتصال القضاء، مسألة سقوط بعض الجرائم بمرور الزمن. العدالة الانتقالية الآن رغم خصوصية كل دولة هناك معايير مشتركة تقريبا نجدوها في كل التجارب، تقوم على 5 أسس، هي كشف الحقيقة، المساءلة والمحاسبة وتعويض الضحايا، إصلاح المؤسسات، وأيضا كل هذا للوصول إلى المصالح. وفي نفس الإطار وقع التطرق إلى كيفية دسترة العدالة الانتقالية، إلى جانب التأكيد على أن نجاح الدستور مرهون بمسار هذه العدالة. نعتبر اللي احنا في زوز شوانت، شانتي للقيام بقانون مشروع قانون العدالة الانتقالية وشانتي للقيام بالدستور، ولكن تعرفوا اللي الدستور عنده علوية على القانون، فإذا كان القانون ما يخذش بعين الاعتبار مضامين الدستور ممكن أن يكون في تعارض أو في تناقض مع بعض بنوده، خاصة إذا كان القانون الدستوري لا يتعرض إلى بعض الأشياء اللي يتعرض لها القانون العدالة الانتقالية. مثل أن الجرائم الجسيمة المذكورة في الدستور هي محوصلة في جريمة التعذيب فقط، أنها لا هناك فيها اتصال قضاء ولا هناك فيها تقادم، ولكن احنا بالنسبه لنا في قانون العدالة الانتقالية ذكرنا 5 جرائم جسيمه، انتهاكات جسيمه باش تشملها العدالة الانتقالية. اذا كان ما يتمش التنصيص على ان الانتهاكات الجسيمه في الدستور هي المشموله بعدم التقادم وعدم اتصال القضاء، فان اي شخص قام بجريمه جسيمه يمكن غير التعذيب ممكن أن يلتمس لدى المحكمة الدستورية وأن مقاضاته على أساس جريمة جسيمة باطلة، وبالتالي يسقط القانون وهو نجم يربح البراءة من خلال هذا الالتماس لدى المحكمة الدستورية، لأن المحكمة الدستورية باش تنظر في دستورية القوانين.